3 2 1 بطولة الكرة الآن ملعوبة تلعب وإلى خارج الضيق بخمسة وثلاثين وقاسم شرحيلي يتعثر على أرضية الملعب نادي الحلبي
قضية الملعب في اللقطة الماضية، ثم الخطأ المحتسب لفوق جعبوط يحاول المرور إلى ياسر الزهراني، الزهراني إلى الشراري، تعادل في النتيجة وتعادل في التغيير، تبقى لكلا الفريقين 4 تغييرات. الآن عند لمصلحة فهم عطية صاحب الهدف الثاني وإلى خارج أرضية الملعب. العزيز آل توفيق، والكرة الآن منقولة تلعب إلى الأمام.